واحنا كنا قبل ما النت ما يفصل كنا بنقول ان احنا انا دلوقتي هدخل بقى الاكونت بتاع بيل ايجيبت عشان انتوا كلكم عندكم الاكونت بتاع بيل ايجيبت، وهضيفكم ستودنت بحيث ان احنا نجرب لايف كلنا مع بعض. فيا ريت لو انتوا برضو كلكم تدخلوا على الايميل بتاع الاكونت بتاع 365 بتاع بيل ايجيبت. ماشي، احنا فتحنا اهو تاني، فتحنا بالايجيبت. تمام. وحضرتك هنفتح صفحة مايكروسوفت جديدة. صفحة مايكروسوفت يعني ايه؟ لا يعني حضرتك هنعمل ساين ان من الاول تاني، على اساس ان يجيب لنا السوي والفورم والحاجات دي كلها من الاول، لان انا ما كنتش مع حضرتك. ما كنتش حضرتك معانا. طيب حضرتك تمام. شايف الشاشة بتاعتي؟ الشاشة بتاعتي ظهرت اه مع عندكم؟ حضرتك. تمام. طب حضرتك افتح الاكونت بتاعك زي بتاعي اللي انا فاتحاه دلوقتي، اللي هو اسمه اوفيس 365 بس مش بتاع الوزارة، بتاع بال ايجيبت اللي انتوا اخدتوه في المحاضرة، حاضر. اللي هو تي والرقم بتاعك يا مستر تي، وشوف رقم حضرتك حاضر كان كام. حاضر. افتح كتابة جديدة فوق واكتب ب 365 لوج ان، واكتب بقى بالايميل والباسورد اللي هم بتوع تي تمام. على بيل ايجيبت. اه بيجيب لي معايا حضرتك. حد فتح المايك يا جماعة. اه بيجيب لي نفس الصفحة دي على فكرة. تمام. أنا كده مع حضرتك يا أستاذة نيلة. طيب تمام. انا دلوقتي هعمل انا بعمل واحدة اسمها تيرم، مش عارفة اعملها ايه، اعملها تيست احسن، هعملها تيست و هضيفكم بقى. خلصنا الدوك. طيب اللي داخل معايا تي ايه بقى؟ أنا حضرتك تي 23. اهو ظهر. مين تاني داخل ببل ايجيبت؟ تي تي 20 15. و تي 15. ماشي. مين تاني؟ حد تاني هضيفه؟ مستر روماني اكيد تي 22 بس ثواني بيدخل مش النت. ثلاثة. انا هضيفه وهو يدخل براحته. مين تاني؟ تي 3 مستر احمد. تي 3 ماشي. تيتشر 3 مفيش حد عندي تيتشر 3. اهو ماشي. حد تاني ممكن لو سمحتوا تقفلوا المايك؟ مستر روماني اقفل المايك يا مستر روماني. انت شخصت الحال، عرفت ان الصوت انا من الاكسنت يا فندم، من اللهجه. واي عم اقول لك ليه كده. طيب بصوا بقى يا طيب انت كده مستر حسام اسمها، خليكي معايا لو سمحتي. دلوقتي انتوا هيجي لكم ايميل على في الاكونت بتاع 365، ما تفتحوش الكلاس نوت بوك، انا مش محتاجاه دلوقتي، انا عاوزاكم تدخلوا على الايميل اللي على الاوفيس 365، وهتلاقوا دي في ايميل جالكم مني انا. بس ثانيه واحده، اول ما يتعمل السيت اب، اول ما يخلص السيت اب عندي هيجي لك ميل على الاكونت بتاع بيل ايجيبت ده اللي هو الاوفيس 365. اول ما تمام يوصل لك يعني. الميل قول لي ان هو وصل لك.
يعني على الصفحة اللي هي 365 اللي فيها الفورمز والسوي والكلام ده. اه وصل. في خانة اسمها ميل. تمام، انا جاني حضرتك دلوقتي. اه اسم حضرتك اهو. ايوه اه، وبيقول لي نيكست بعد كده نفس الحاجات اللي هي بتاعت بيل ايجيبت بالظبط. ادخل على الاسم اللي ونوتايا اللي مبعوته لك علشان تبقى معايا في نفس المكان. اه تمام. بس يا حمزة تمام، في حد تاني ما جالوش؟ حد ما جالوش الايميل يا جماعة؟ انا استاذة نيلي عاطف ما جالوش الايميل. ازاي حضرتك تيتشر كام؟ تي كام؟ انا بس بفتح ثواني من بيل ايجيبت بتاعت الايميل بتاعته. معلش التاني اسمها ثانية واحدة. مستر حضرتك تي كام؟ 15 15. لا 15 مفتوح عندي ان حضرتك معانا. ممكن تشوف انا فاتح بعدين. بس خلاص يا حمزة. هو حضرتك فين؟ هو انا فاتح الصفحة كده حضرتك، بس مفيش ايميل، مفيش كلمة ايميل عندي. انت فاتح انهي صفحة؟ طب بص حضرتك ممكن تبص عندي على صفحتي انا. اوفيس اوفيس 305 في كلمة 365 اللي فيها اوتلوك ودرايف وورد. ايوه في اوتلوك صح؟ في اوتلوك. ايوه دوس على حضرتك على اوتلوك هتلاقي نفسك هو ده الميل. تمام. جالك الميل؟ لسه بيحمل بس. طيب ماشي حضراتكم، احنا بمجرد ما دوسنا على الميل جايب لي الصفحه اللي فيها تي 23 برضو مظبوط. جالك ايه؟ جاني نفس الصفحه مكتوب فيها مايكروسوفت فوق تي 23 وبيقول لي دوس نيكست. ما هو انا مش عارفه يعني، ممكن اخلي حضرتك تعمل شير واشوف حضرتك وجاي لك ايه. هو انت دوست على الايقونه. طب بص حضرتك انا هوقف شير وحضرتك اعمل شير عشان اشوف حضرتك بتتكلم على ايه بالظبط. هو حضرتك انا دوست على الايقونه بتاعت حضرتك من الاوتلوك. تمام، الايقونه اللي هي بتاعت اللي اسمها ايه؟ مكتوبه عليها نيلي حامد مظبوط؟ لا تيست وديو تيست. اه تيست، ادوس على الايقونه اللي اسمها تيست. تمام. وفي الشمال كده جاي لك ايه يا مستر؟ هي نفس الرسالة دي اللي على الشمال، هي رسالة مكتوب عليها البريد. اه ما حضرتك دوس على تيست كده وبعد كده قول لي موجود ايه في الشمال. تمام. اه فتح لي الاوتلوك واسم حضرتك موجود من فوق مظبوط. فتح لك الاوتلوك في الشمال عندك كولابوريشن سبيس وكونتنت لايبراري. كولابوريشن سبيس. طب لا. يا مستر معلش ممكن حضرتك تعمل لي شير للديسكتوب؟ انا هوقف وحضرتك اعمل شير للديسكتوب. حضرتك اسمك ايه؟ عمرو تي 23. طيب حضرتك انا هعمل لك بريزنتر. نعم النت مش هيساعد، مش مظبوط خالص، بيفصل. حاول كده، حاول نشوف. ماشي حاضر. طب ممكن اي حد تاني وصل له الايميل يعمل شير للديسكتوب بتاعه ونشرح من على الديسكتوب.
ما حدش وصل له الايميل؟ انا كده تمام ان شاء الله. تمام، هو بيتسا بيحمل اهو، جايب لي صفحه مكتوب فيها وان نوت اونلاين. ماشي، وبتبدا اهو ان شاء الله تحمل اهو. طيب جايب زي عمودين كده، لسه الكتابه ما جاتش عليهم يعني. ايوه، عمودين في الشمال. هو على اليمين على اساس ان مش عارف، هو على اليمين يعني. طيب وعلى الشمال صفحه كبيره جدا. يبقى انت بالعكس، انا عندي العمودين دول في الشمال. تسلمي. ايوه، الايميل حضرتك على ايه، على الجروب ولا على الشات؟ ايه نعم، الايميل حضرتك بعتيه؟ ايوه بعته، هو هيجي لك انت على الايميل بتاع الاوتلوك اللي جوه الاوفيس 365. تمام، هو بيتبعت، انا ما ببعتوش، هو بيتبعت اوتوماتيك، يعني هو هيتبعت للطلبه اوتوماتيك. اوكي، انا عاوزه حد يعمل شير للديسك توب بتاعه. يا ميس مها، ميس مها حضرتك معلش، انا بعمل ساين اوت عشان كل ما بدخل بيجيب لي 365، فعملت ساين اوت ودخلت بين ايجيبت، وهفتح اهو الاوتلوك، فاول ما هفتحه هرجع لحضرتك. انا مع حضرتك، ما تقلقيش يعني، ماشيه الخطوات. طيب ممكن يا ميس ما تعملي لنا شير للديسك توب بتاعك، وعلشان الناس كلها تبقى شايفه الخطوات. طيب انا كده دخلت بالايميل بتاع بالايجيبت. اعملي لنا بس شير للديسك توب بس، وبعد كده كملي الخطوات. حاضر، اوكي هعمل شير للديسك توب. حضرتك مدياني برميشن مش كده؟ طيب انا عملت الشير اهو. حضرتك هو جاني دلوقتي نفس اللي حضرتك قلت لي عليه، كولابريشن سبيس وكونتنت لايبراري وتيتشر 23 و23. هايل هايل هايل، حضرتك بقى استنانا لحد ما كل الناس توصل للمرحله دي. انا هعمل لكم يعني، انا بفتح ظاهر عندكم كده، انا هفتح الايميل اهو الاوتلوك، ظاهر عندكم؟ لا لسه مش ظاهر الديسك توب بتاعك. طيب طيب، على العموم انا عملت له شير وبفتح اهو الايميل. طيب طبعا هو الاستاذ نيللي كاتب من فوق لم يتم تحديد اي مجموعه مقاطع، مظبوط؟ اي مجموعه مقاطع يعني ايه؟ مش فاهم. ايوه ايوه حدد مجموعه مقاطع لفتحها او سيشن جروب سيلكتد. ايوه بالظبط بالظبط كده. ماشي محمد. ايوه يا ميس ما، ثانيه واحده في الحته دي، افتح لنا تاني، ارجعي على الاوتلوك. لو كل الناس شايفين الصفحة بتاعت ميس مها، ميس مها حضرتك عارضة الاوت ال اوفيس 365؟ ممكن اعمل لكم شير للديسك اللي عندي، احاول. ما هي طب لو ميس بس مها، اعملي كانسل. ميس مها اهي. دوسي بقى على السهم ده، سرعي يعني البتاع. هو ده بتاع الوزارة مش كده؟ لا ده بتاع بيل ايجيبت. بتاع مايكروسوفت. جيت ستارت، انا ما جانيش الكلام ده كله خالص، معلش هي علشان ممكن اول مره تدخل بيه ولا حاجه. تمام. معلش يا ميس ما، ممكن تدوسي فوق على اوفيس 365 قبل ما تدوسي على الايميل ده؟ ممكن تدوسي على اوفيس 365 عشان نبدا الخطوات كلها من اولها.
طيب انت المفروض ان انت لما بتفتح الاكونت بتاع الاوفيس 365 زي ما احنا شايفين على شاشة ميس ما بيظهر لك الايقونات دي كلها، المفروض ان انت تروح من ضمن الايقونات دي كلها تختار اوتلوك. الاوتلوك ده اللي هو الايميل، من فضلك يا ميس ما اختاري الاوتلوك. لما هتختار الاوتلوك بيجي لك بقى الايميلات اللي جايه لك على اللي هو الاكونت بتاع بيل ايجيبت. تمام، هي دي نفس الخطوات اللي الطالب المفروض يمشيها. انت يا دوب كريت ال 1 نوتايا دي زي ما احنا قلنا، ضفت انت الايميلات بتاعه الطلبه، اوتوماتيك هيروح لهم على طول ايميل زي اللي هو جاي لك مني انا اهو، اسمي نيلي حامد، وان انا عامله شيرد ل 1 نوت اسمه تيست. حضرتك افتحي بقى الايميل ده يا ميس مها، هيلاقي هو جواه بيقول لك ان في 1 نوت اسمها تيست، المفروض ان الطالب بيدخل عليها ويقول اوبن، هيفتح له بقى ال 1 نوت اللي انت حضرتك كمدرس عاملها. وكمان هو كاتب لك كمان في الايميل يعني اسماء زمايله اللي راح لهم برضو نفس الايميل اللي هو زمايله يعني في الفصل. دوسي يا ميس ما على اوبن كده. كلكم يا جماعة ماشيين معانا نفس الخطوات ولا حد متأخر عننا؟ هو مش متأخر، بس هو أنا أتابع من صفحة مشنا. لا الخطوات تمام، بس الخطوات تمام، بس هي المشكلة إن التي 22 بتاعي مش شغال. مش شغال ليه؟ بيقول لي غير الباسورد او اكتب باسورد جديد حاجه زي كده، فانا هحاول معاه لغايه لما ادخل. قول له كانسل. استاذه نيلي انا ما جانيش ايميل، بيقول لي هاي ويلكم تو outlook.com بس. ما حضرتك اعمل بقى ادوس بالسهم يعني سهم على اليمين مش كده؟ ايوه حضرتك دوس عليه بقى لحد الاخر لحد ما يفتح لك الايميل. دلوقتي شايفين هو بيبدا يظهر النوت بوك اللي احنا عاملينها عند ميس واحده واحده، بيظهر الون نوت اهو. ايوه انا بقى عاوزه لحد الحته دي، يعني انا عاوزه يظهر عندكم الحته دي ان يبقى عندكم كولابوريشن سبيس وتحتها كونتنت لايبراري وبعد كده تيتشر الرقم بتاعك بقى تيتشر 20، المفروض ان ده بيبقى اسماء الطلاب. قولي له جات ات. خلاص هي دي المرحله اللي انا عاوزاك ان انت توصل لها. تمام، حد ما وصلش للمرحلة دي؟ هو حضرتك جانا لغاية هنا ما قاليش جوتت. لا سيبك من جوتت دي، مش مشكلة، هي عشان أول مرة تفتح البتاع ده، لكن أنا عاوزة هي دي أهم حاجة عندي. كولابوريشن سبيس وكونتنت لايبراري. أيوه، حد ما وصلوش ال ده؟ أنا لسه يا فندم. طيب انا لسه برضو يا استاذه نيلي. طيب المشكله عندكم في حاجه نقدر نحلها ولا في الايميل؟ اللي عندي بيعمل لود. اللي عندك بيعمل لودينج؟ انا لودينج. طيب تمام يا استاذه نيلي، اتفضل. وحضرتك مكتوب عندي نيلي حامد. نيلي حامد شيرد تيست وذ يو. اوكي، ده بدوس بديها كليك. ايوه تمام. فتح لك ايه؟ بيقول لي تراي ذا نيو اوتلوك. تراي ايه؟ مكتوب كده تراي ذا نيو اوتلوك.
try the new outlook. هو حضرتك تعرف تعمل لنا شير للديسكتوب؟ لا. النت عندك يعني ضعيف ولا لا ليه؟ ممكن مش عارف، ممكن يكون الناس ضعيف، بس انا شاحن النهارده. طيب مش مشكله. استاذ نني اتفضل. اللي بيضحك يبقى بص حضرتك، انا الصفحه اللي مفتوحه عندي فيها على الشمال خالص فولدرز، وتحتيه بشويه كده في جروبز مكتوب فيه بريتش تيم وبريتش وفي جروبز مكتوب باسمي انا حسام، فانا ما اعرفش فين مكتوب مس نيلي، انا مش عارف. طب يا مستر ينفع تعمل لنا شير للديسكتوب عشان انا مش هعرف، لازم اشوف. اوكي ميس ماما معلش لو سمحتي اقفلي كده الشير. بس قبل ما تقفلي انا عاوزه اقول حاجه، خلوا بالكم كده ماشي. هي قفلت. طيب اتفضل يا مستر حسام، انا هعمل لك بيرميشن. انا بحاول اعمل شير. حاضر. لا ثانيه واحده، انا لازم اديك بيرميشن الاول. لا 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 خلاص مش لازم. اتفضل يا مستر حسام. حاضر يا فندم ثانيه. هو حضرتك تغيير اللغه المفروض، عشان انا عندي اللغه عربي. انا حاولت رجعت المايكروسوفت اوفيس نفسه. ايوه. وعملت اللغه انجليش بس ما جتنيش في التيست انجليش. تيست اللي هو ايه تيست؟ اللي هو بتاع حضرتك اللي هو الوان نوت اونلاين. يا مستر عمرو، الوان نوت بيبقى مكتوب تحت خالص على ايدك الشمال تشينج لانجوج، تحت خالص كده مش ظاهر عندك؟ لا لا. بص يا مستر، هو ممكن انت عندك المتصفح اصلا بالعربي، فده بقى بنغيره من المتصفح من الثلاث نقط من السيتنج. ممكن ابقى اعمل لحضرتك اصور لك الخطوات واقولها لك. طيب انا دلوقتي ظاهر عندي بيقول لي ان في اتنين معايا جوه الوان نوت، ودلوقتي زاد واحد كمان. انا ممكن اقول لكم مين اللي معايا دلوقتي جوه الوان نوت؟ التيتشر 20. ايوه 22 ظهر عندي. التيتشر 23. الثلاثه دول معايا جوه الوان نوت. مين يا فندم تاني؟ مستر روماني. 20 22 23. الثلاثه دول معايا جوه الوان نوت. 22 مستر روماني. 15 لسه ما دخلش، و 3 لسه ما دخلش. 15 لسه. 15 و3 لسه ما دخلوش. 22 مستر روماني. طيب مستر حسام، حضرتك عملت شير ولا لسه؟ وصل كده عند حضرتك المفروض ولا ايه؟ لسه ما وصلش. هو المفروض كده انا شيرت حضرتك. طيب هو ممكن بياخد وقت ولا حاجه. وصل خلاص. ايوه تمام. طب ممكن حضرتك تبص في الاذرز؟ فين يا فندم؟ اذر جنب لا هتلاقيها جنب فوق الايميلات على طول. فوق الايميلات في فوق الاذر. حضرتك دوس عليها كده اما تشوف الاذر. انزل كده شوية شوف مني اتبعت لك حاجة تاني. هو ده كده اخر الصفحة. طيب بص حضرتك ممكن هات تاني فوكس، دوس على فوكس اللي هي جنب اذر. يس. طيب حضرتك ممكن تدوس على كده المسودات. لا لا مور دوس كده مور. اوكي. الارشيف هات كده في الارشيف. مفيش. طب انا هبعت. طيب انا بقى هبعت لحضرتك ثانيه واحده. اتفضل. هو حضرتك 15؟
13. طب ما انا مش ضايفه حضرتك، حضرتك ما قلتليش رقمك انت. انا انت في معايا 3، انا ما ضفتكش اصلا. 13 يا فندم، معلش، ما انا عشان كده بقول ايه الحكايه يعني. انا اسف. طب حسام لسه ما ضافش حضرتك، ما سمعتنيش. انا بقول اصلا الحكايه دخلت مرتين. 13 يا فندم. طب هو مين 15؟ استاذه في حد دخل معايا رقم 15. عاطف. عاطف. طيب عاطف والله. طيب. انا عاطف والله. اهلا وسهلا بحضرتك. انا وصلت لحد تيست. الله يكرمك يا فندم. بص حضرتك، انا وصلت التست وبعد كده تحتها في اوبن، اعمل ايه؟ حضرتك دوس على اوبن. بص دي استنى كمان. طب انا اكمل كده يا مستني ولا ايه؟ لا، ما انا هضيف حضرتك ثانيه واحده. براحتك. طيب ممكن بقى علشان تعرفوا لو حصل حاجة زي كده مثلا في الفصل تقدروا ان انتوا تضيفوا الاولاد ازاي، حضرتك اعمل ستوب شيرينج، وبعد كده انا هوريكوا بقى لما يحصل حاجة زي كده تقدروا ان انتوا تعالجوها ازاي. انا هعمل شير بقى من عندي انا. قبل ما تظهر الشاشة بتاعتي عندكم قولولي. انا بقى احنا مثلا لو جالك ولد اتنقل للفصل بتاعك بعد ما انت عملت الوان نوتاية دي، وجالك في نص السنة المدرسة بتقولك ان الطالب ده هيكون معاك في فصلك، زي مثلا نعتبر مستر حسام هو طالب لسه جايلي في نص السنة ودخل معانا، عاوز اضيفه جوه الوان نوتاية دي، اعمل ايه؟ الشاشة بتاعتي ظهرت عندكم؟ ظهرت يا فندم. طيب انا عندي هنا ظهر يا فندم. طب تمام، عندي في الايقونه بتاعه الكلاس نوت بوك في هنا اد او ريموف، اد او ريموف ستودنت. لو في طالب اتشال من عندي في الفصل وانا عاوز اشيله من الوان نوتايا دي، اقدر ان انا اشيله من الحته دي، او لو انا عندي طالب عاوز اضيفه بقول اد ستودنت. وبعد كده بقى هو بيدخلني تاني على الصفحة اللي انا كنت بكريت علشان واللي انا كنت بدخل فيها اسماء الولاد، وبعد كده هكتب اسم ال هختار الاول الوان نوت اللي انا عاوز اضيفه عليه، عشان انا لو عاملة اكتر من وان نوت احنا عاملين ان هنا تيست، فانا هقول له انا عاوزة اضيف تيست، خلاص اضيف الولد دون على التيست، وبعد كده اكتب الايميل بتاع الطالب اللي هو teacher 13 اهو مستر حسام، وبعد كده اقول له update. شوف يا مستر هيجي لك ايميل ولا ايه اللي هيجي لك؟ معاك يا فندم. جالك اي ايميل؟ انا ما جالكش. طب اطلع كده من صفحه حضرتك وبص عند ايه يعني؟ اخرج من الايميل، صفحه الايميل خالص، وادخل تاني. ثانيه واحده. من هعمل كده. انا في حد اتنين كمان دخلوا معايا. انا في 15 داخل مرتين، 22 و23. ماشي، ادخل برضو في ازر ولا في إيه؟ لا، ما جالكش ايميل؟ جالس. طيب معلش حضرتك ممكن تستنى، اصل الايميلات ممكن تتاخر شويه عادي. مش مشكله. انا لقيت عندي وانا بضيف اتنين ستودنت اسمهم 13، مش عارفه بقى انا هضيف الاتنين. طيب ثانيه.
ان شاء الله هيكون كده جالك يا مستر. شوف كده هشوف يا فندم. حاضر. كده وصل يا فندم. تمام. هو كان عمل هو كان عمل غلطه, هو اللي عملها, كان عامل بدل احنا كنا دوسنا في الاول ابديت, لكن هو كان المفروض ان احنا ندوس نيكست. طب تمام حضرتك كده دخلت معانا اهو. ادخل كده, ادخل على طول في الايميل. دوس اوبن, دوس ادخل على الايميل هتلاقي فيه تيست وتحتها اوبن, دوس حضرتك اوبن بقى. حاضر ندخل بس الاول. ماشي اوبن. حاضر. ونوت اونلاين. نعم. لسه بجنب. اوكي يا فندم ماشي. حضرتك دخلت ظهرت عندي. او تيتشر 13 و15 و20 و22 و23 ظاهرين عندي. تمام كده. نبدا بقى نلعب ماشي. احنا دلوقتي بصوا بقى, انتوا عندكوا اللي ظاهر عندكوا كولابوريشن سبيس وكونتنت لايبراري ورقمك صح؟ الرقم بتاعي. بصوا بقى على صفحتي انا اللي انا عامله عليها شير, اللي ظاهر عندي انا تيتشر. انتوا ستودنت ماشي, انتوا ستودنت. انا بقى التيتشر ظاهر عندي مين؟ ظاهر عندي كولابوريشن سبيس كونتنت لايبراري تيتشر 13 كل بالظبط 15. طب تعالوا بصوا بقى لما اجي افتح تيتشر 13 بصوا هلاقي تحتيه ايه؟ هلاقي تحتيه مجموعه الكراسات بتاعته, كراسه اسمها كويزز وكراسه اسمها الهاند اوت وكراسه اسمها كلاس نوتس وكراسه اسمها هوم ورك. دي اللي خاصه بالطالب اللي اسمه 13 تمام. كل ما انا احب اراجع الاعمال بتاعته بفتح كراسته وراجع الاعمال بتاعته تمام. وهو برضو كل واحد فيكم هيفتح الكراسه اللي عليها اسمه هيلاقي تحتها مجموعه الكراسات بتاعته. الصوت يا بس بيقطع. الصوت بيقطع. انتوا مش سامعيني؟ طيب طيب خلاص ماشي. بصوا انا هعمل ستوب شيرنج علشان ممكن يكون ده ضاعف النت شويه وانتوا كلكم فاتحين, فهنشرح بقى من الحاجات اللي هم اللي انتوا فاتحينها ماشي. اوكي يا فندم ماشي تمام. طيب دلوقتي بقى انا كنت بقول لكم ان انتوا عشان انتوا داخلين طلاب وانا مدرسه, فانتوا هيبقى ظاهر عندكم كولابوريشن سبيس واللايبراري والكراسات بتاعتك تمام. انا بقى تيتشر ظاهر عندي كولابوريشن سبيس واللايبراري واسماء كل الطلبه اللي موجوده 13 و15 و20 22 23 تمام. طيب لو انا جيت معنى كتلميذ عندي اسمي رقمي بالظبط, عندك انت كولابوريشن سبيس واللايبراري واسمك بس تمام والكراسات اللي تحت اسمك. طب الكراسات دي مين اللي بيحددها؟ لو فتحتها تمام. الكراسات دي مين اللي بيحددها؟ انت اللي بتحددها وانت بتعمل كرييت للوان نوت. انت اللي بتحط اللي انت عاوزه, عاوز تحط كويزز حط, عاوز تحط هوم ورك حط, عاوز تحط كلمه فيديوز حط, اللي انت عاوزه حطه تمام. طيب انا مثلا في نص السنه عاوزه ان انا اضيف سيكشن جديد انا ما كنتش عاملاه خلاص. طيب انا هضيف دلوقتي واحد هيظهر عندكم كلكم. ثانية واحدة.
طيب عقبال ما يعمل ساين ان هنيجي مثلا هنا في الكولابوريشن سبيس، كلكم افتحوا الكولابوريشن سبيس بعد اذنكم. نفتح كولابوريشن سبيس. دوسوا عليها، دوسوا على الكلمه اللي هي اسمها كولابوريشن سبيس. اوكي نزل لي تحتها كولابوريشن سبيس ثانيه وفيها علامه بالظبط، دوسوا عليها برضو. خلاص هتلاقوا عندكم كلام كده اللي هو جيتنج ستارت ويز ذا كولابوريشن سبيس. خلاص انا عاوزه كل واحد يكتب اي كلمه او يحط اي صوره، يعمل اي حاجه في المنطقه دي. Getting started with the collaboration spaces. نعم. دخل في الصفحه getting started with a collaboration space. مكتوبه هاي يا حضرتك، هاي انا كتبت هاي. انا عاوزه كل واحد فيكم يكتب حاجه او يرفع صوره او يعمل اي حاجه في الحته دي، في الحته البيضه دي ولا انهي؟ في اي حته في الصفحه. كتبناها بس نكتبها بس حضرتك ولا ايه؟ اكتبها بس انا مش مش شايفه ان حضرتك كاتب حاجه. حضرتك كتبت هاي. نعم انا وصلت لحضراتكم 23 وصلت؟ لا لسه. طب انا يا فندم وصلت هاي؟ لا برضه. طب معلش ممكن تكتبوا تاني عشان انا لسه. طب بعد ما نكتبها في اي خطوه تاني؟ لا ممكن معلش تكتبوها تاني عشان انا لسه مدلته حاجه في الصفحه، دلت الصوره اللي موجوده جوه الصفحه، فمعلش ممكن تكتبوها تاني؟ مش عايز اكتب ليه؟ مش عايز اكتب. برضه عندي مش عايز يجي. هو انتوا واقفين فين؟ احنا واقفين عند الكلمه بتاعت حضرتك او في اي حته فاضيه مش عايز يكتب اصلا. بيجيب الاشاره بس لكن ما بيكتبش حاجه. مفروض نقف فين يا استاذه؟ بتقفوا في اي حته في الصفحه، تحت كلمه جيتنج ستارت، جنبي، جنب الكلمه بتاعت هاي اللي انا كاتباها، في اي حته. ممكن بس مش عايز. طب ما يزود. معلش ثانية واحدة، في الابديت الجديد في منطقة الكولابوريشن سبيس خلوها الديفولت بتاعها ان المدرس بيقفلها على الطلاب لحد ما يديهم هو البرميشن. انا نسيت الحتة دي عشان الحتة دي لسه متضافة جديد في، علشان ما فيش طالب يدخل يمسح شغل الطلبة التانيين. فممكن هي من السيتنج يعني ادوس انا قافلة الحتة دي على نعم نعم يا مس حضرتك ما كنتيش فاتحه البرميشن اصلا. انا مش سامع حضرتك. انا ما كنتش فاتحه البرميشن بتقولي؟ مش فاتحه البرميشن اصلا ان احنا نكتب على الصفحه. ايوه ما انا بقول لك هي الديفولت بتاعها ان انا ببقى قافله البتاع. انا هفتحه دلوقتي، انا عملت انلوك. ثواني انا بعمل دلوقتي انلوك علشان تقدروا ان انتوا تكتبوا. خلاص ممكن تحاولوا تكتبوا كده تشوفوا. بيكتب معاكم؟ راحت خالص. لا معلش انا عملت بيرميشن لمكان تاني. ثانيه واحده معلش انا عملت واحده تانيه. ثانيه واحده بدور بس على كلمه تيست. اهي
خلاص شوفوا كده. هي اشتغلت؟ لسه؟ لا طيب ماشي ثانية واحدة. الناس وحش خالص. ثانية واحدة أنا لسه بعلم عليكم عشان أديكم البرميشن. ثانية واحدة. معلش هو كل ده بيعمل سيفنج. خلاص كده ممكن تجربوا لو سمحت. الاوبشن اللي تحت خلاص هو كده اللي هو edit in browser. لا سيبك منها دلوقتي. ممكن تطب تجربوا لو سمحتوا. continue in browser انا ظاهر عليه. مستر محمود. مستر محمود هقول الحق. اعمل عليها كليك فين تاني كده يا استاذ؟ نعم استاذ روماني. تاني يا استاذ روماني. continue in browser واكتب وبعدين اعمل ريفريش او تحديث للصفحة. الصفحة دي هتتسيب. لا انا ظهر لي بقى this section is read only. لا خلاص انا اديتكم كده البرميشن يا جماعة. اكتبوا هيظهر على طول. نكتب على طول. انا كده صح مسنلي؟ ايه هو انا شايفه ان تاني يا استاذ روماني معلش. انا شايفه ان حد كتب مستر محمود بعت. مستر محمود ما بعتش حاجه لسه. استاذ روماني يعني في اديت نوت بوك. ايوه ده انا يا مستر نيلي. يا مس نيلي معلش عملها باديت. بيقول يا مس نيلي عملها باديت. طب فين اديت يا باشا؟ عندك انت يا مستر حسام هتبقى فتح في النوت نوت. قال هو بالعربي مش كده؟ تقريبا هي دي اللي فيها القلم. اعمل edit in browser. معلش يا مستر روماني هو المفروض ان الاختيار الاول ولا الثاني؟ عشان عندنا احنا في ثلاث اختيارات. الثاني اللي هو edit in browser اللي هي متابعه في المستعرض. ايوه متابعه في المستعرض. وبعد كده اف 5 عشان اخليه. Thank you.
بعد ما اكتب اعمل تحديث رماني ظاهرة كده عندك؟ أيوة ظاهرة فتح المايك هي دي يا مستر فتح المايك أدوس عليها ادت لي continue in browser بس يا مريم صح؟ هي دي اللي أنا رماني بال للبراوزر الوصل اللي كتبته عندك تعبان.